السلام عليكم ديزير بوي بيج رياكشن، جانيكم ولاد برياكشن جديده كالعاده. ولا واد جديد موجود، بيج رياكشن موجود ولاد، ومره هذه جديد موجود برياكشن برك. هذا ما يمنعش ما فماش جديد باس، فما القديم وفما زوز سيريات يخدموا اون باراليل. مرحبا بكم في الفوضى الكل. ميزواش هبت لنا تراك اسمه توب بوي كليب اوفيسيال ولاد، ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى. عارفكم باش تطلبوه التيتر، عارف الفان بيز نتاع ميزواش مازالت موجوده صاحبي. بالنسبه للعباد اللي ما تعرفش ميزواش، اللي نتصور قليل فهمتني كيفاش، رابور من الاقدميه، يعني اقدميه موجوده عنده فهمت كيفاش، خاطر عنده تراكات 8 سنين تراكات 7 سنين موجود في الجيم كيف ما نقولوا، كلي اسمه طلع وهبط طلع وهبط برشا مرات. الولاد بالنسبه لي انا الحاجه الوحيده اللي ما خلاتش ميزواش كيف ما نقولوا يوصل اكثر واكثر، رغم اللي مازال الوقت قاعدين نشوفه في ريتم، قاعدين نشوفه في موسيقى، حتى وكان من شهر لشهر مش كيما في العام تهبط 4 تراكات ولا 3 تراكات. هذاك يضر الولاد، نعرفوه الشيء هذايا، وياك علاش ميزواش ما يهبطش برشا الولاد فهمت كيفاش. دونك اوتوماتيكمون الموسيقى نتاعو حتى كان جاي يعني بريتم اقوى، كان جاي فما ديما موسيقى. انا ناكد لك خاطر الحبايب موهوب، الحبايب عنده ما يقول في روحه فهمت كيفاش. دونك كان جاي ريتم اقوى صحايبي نتصور في بلاصه اخرى الجمله. هذا ما يمنعش الولاد ما نعرفوش عليه المفيد، احنا موجودين لاي موسيقى تهبط خاصه كي انتم ما تطلبوا. ميزواش توب بوي ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا، جاي مش عملوا جو جاي مش تفردوا، يلا بينا الولاد يلا. بيتاتو ديما هارد برو، بيتاتو عنده لوخت ولا عنده لوخت الولاد من قبل نخورها صاحبي ولا اي شي شي مسكين الراب تانا ما تخافوش اليوم انا جيت في ميسيون تاع انقاذ، ماناش اصحاب بس ما نتقارنوش، ميزوهاش ما انت جابش ينقاذ، سايبو الراب كمشا ما حشموش حتى سنتوره توا الاستعراض، تانا ما تخافوش نسيي سولادي نعرفكم حساسه حد ما يتغاد. رجع بقوه الحبايب الاولاد. لكن اللي ماهوش جاي يفدلك صاحبي، لكن اللي نعرف هالجيم كيفاش، وقاعد نشوف في عباد شاد الراب ماذا بيها تسيب فهمت كيفاش، وراني باش نسيسكم خاطركم ولادي صحيبي. الكلام مش موجه للرابور برك، موجه لبرشا. ما انت جابش ينقاذ، سايبو الراب كمشا ما حشموش حتى سنتوره توا الاستعراض، تهنا ما تخافوش نسيس ولادي نعرفكم حساسه حد ما يتغاد. اسير ذبيحة بالبيم عملتو الريحة، خاطو في بيف تريحو نشوف في نيفو في فضيحة. أسي قد ماك باش تعمل باش تخرج المجرم، تي مانيش مصدق تي ظاهر فيك تهلم متخشم في سوق، قد ماك باش تعمل باش تخرج المجرم يا بروق. صاحبي ما تنجمش تنكر اللي حاجة مش حقيقية هذيا قاعدين نشوفوا فيها في الجيم، خاطر برشا رابوريت ماخذين ستيل نتاع إجرام ونعمل ونقادي وكذا وكذا، جوست تحسوا ساعات من كثرة ما تسمعوا هكاك تحسوا كلي نحب نوصل لك اللي انا مجرم فهمت كيفاش. دونك والكلنا نعرفوا المجرمين ما تتحدثش برشا على رواحها يعني، اما يعني قد ما باش تعمل باش تخرج المجرم، تي مانيش مصدق تي ظاهر فيك تهلم متخشم في صوتك، في بالك باش تكبس كان اليوم طلع بس خطوه باش تبرك، نسيب الفلو وتولبري ما يغرق، لا عندك كرارز لا سيم باش تنطق، ويك ام سيز انا موجود نخنق، قالوا فيت معايا ما تنجم تغمق. اولا جيم اللبس وسليب سالين برشا ما الحكايه، 200 كرتوشه في الكليب كرتوشه الراب فسايا، عندك الراب 200 كرتوشه في الكليب كرتوشه الراب فسايا. برو صعيبي كل اللي عنده شنو ينتقد من الاخر، عندي رساله نحب نوصلها هاني جي برشا ما يحكي، كرتوشه في الكليب كرتوشه الراب فسايا، عندك الراب الباسيل وتهنى الببليك نسايا، معاكم باش تعمل العيب انت ترابي وترياكتي جبتو الفضح كيلو لايا، عمالك هذي مش عليا الراب فسايا، عندك الراب الباسيل وتهنى الببليك نسايا، معاكم باش تعمل العيب انت ترابي وترياكتي جبتو الفضح كيلو انت ترابي وترياكتي جبتو الفضح كالولاية. انا نعرف اللي ماشيه للي رابي وفهمتني كيفاش، اما مانيش فاهم اسكو ماشيه زاد للي ترياكتي والا لا فهمت كيفاش.
فسروا لنا في الكومنتات تحطوا لنا حسب رايكم الاولاد هذا ايش يقصد بها بالضبط. فهمت كيفاش؟ باز مانيش لا اعرف اللي مانيش يعرفش ما دخلني شيء مانيش بالعباد اللي اي واحد يحكي الرياكسيون شقول اه انا وين الرياكسيون خاطرني في تونس وين الرياكسيون في المغرب العربي وين الاول واذا واحد سب عليها سبني يا صاحبي انا نتجبد باسمي مرحبا ما نجبدش باسمي راني ما ناخوش الرياكسيونات الكل نعرف اللي فما برشا يعملوا في رياكسيونات حتى وكان جدد حتى وكان مازالوا كيضربوا هذا ما يمنعش كل واحد صاحبي يخدم على روحه ومش معليه انت تعمل في رياكسيون معليه هذاك باسمك. فهمت كيفاش؟ كيف للرابوريت مثلا صحيح فما برشا مساجات وبرشا كلاشات للرابوريت اما صاحبي تعرفش عليها شكون ماشيه بالضبط. فهمت كيفاش؟ واللي جات قدو يلبس برو للخر صاحبي ميزو هاشراب كفار نيك الدبابة بحشار تشرب وضايق عالشار اليوم ما فمش مفار تجي خد يمين تتعصر نفس الفلو توا عندك سنين هذو مرابريت راه قولي وين قلبس في الليستة محطوطين كان ما نحكيش عليكم راو منسيين شكون ركبت له جنرال في سوق الراب ما تجيبو شالطة نحكي اون جنرال بين لك تفهم فهمت فاش نحكي لك؟ يحكي اون جنرال مانيش نحكي عليك ولا عليك ولا عليك اما المجرب تمزو مريف قولو تسابلومون صاحبي ما تجيبو شالطة نحكي اون جنرال بين الاكتاف متاع خارطة انا اللي عندي الخالطة تعيشو بهزين المورال جيبلو فرخة خلي طاير الكحتة الولاد ما كومشي نورمال ان شاء الله الزينة مش علينا مستحيلة بحتة اسي تجيبو في كلام منين فما رابريت راح قولي وين في صحفة وهدي قصة حزينة شوية تجيبو في كلام منين فما رابريت راح قولي وين في صحفة وهدي قصة حزينة يصور في قلتها من قبلنا راهم بالرسمي اللي تحسوا ما عنده في الكاركتير نتاعو طرفة بعبيس ضاربة اللي نعمل اللي نحب واقبلني كيف ما تحب. فهمت كيفاش؟ خاطر في الكليب قاعد يخسر في الكهرباء ما تجمش تشوف فما ميساج واصل وراء هذيك ما جست قالك برا صور مش مشكل انا باش نغسل الكهرباء صورني ما فما حتى مشكل شوية فساد هذه وكي تسمعوا فاش يحكي تقول هذيا بتاع بالرسمي باش يجبد لك سلاح عنده سلاح يلعب بتاع بيس شتيفي باللي راهو كلي يوصل في مساج ومانيش جدي زعما ماهوش وجهي الجدي هذا جيست نوصل في مساج هي قاعد تطيش في برشا كلام وبرشا كلاشات ماشي يعني برشا عباد تعرف رواحها ما هذا ما يمنعش مش هكا راني جدي صح اسمع لازم منو خل نحكي وشوي يا راه خل نحكي وشوي لازم منو خل نحكي وشوي شريت الراب الكادو ماك احنا موسيقى اللي صرفت علينا ماناش كيف كيف امان وحط في بالك اللي حد ما حب يولي كيف حط في بالك اللي حد ما يحب يولي كيفك مان. فهمت كيفاش؟ حد ما يحب يولي كيفك يا برو ما تركبيش روحك برشا اللي فما برشا عباد تحب تولي كيفك صاحبي ولا حد صدقني وحط في بالك اللي حد ما يحب يولي كيفك مان بينا من مان تولو غدولي ما معك نولي انيمال شكون لي هز شكون لي قال جد قدك البس والى اللقاء عيسان مازلت كي قلتها يا برو مازلت كي قلتها جيت قدك البس صاحبي المجرب تمزو مريحك او صاحبي اسمعي والى اللقاء عيسان بولي سراب في كيم سيز خرجت على القانون حلق الويد ما رموش قحاب الشفره ما تخوفش في دين الشقنوس لا عندك ما نحبوش يعني ما اس ما نحبوش انا واحد بالليل ما نحبش شكل اللي نشد على الحكايات وما نحبش شكل اللي نسمي الرابوريت رغم اللي هو ما سماهمش ومانيش باش نسمي. فهمت كيفاش؟ اما نعرفوا البار هذا بالذات شكون ماشي برو ميزواش برو نعم انا نعرف هذا شكون ماشي انا مش باش نقول خاطر انت ما قلتش. فهمت كيفاش؟ اما انا نعرف والببليك يعرف شكون ماشي مش مشكل عاودوا نسمعوه ساعة جد قدك البس والى اللقاء عيسان بولي سراب في كيم سيز خرجت على القانون حلق الويد مر موش قحاب الشفرة ما تخوفش في دين الشقنوس الشفرة ما تخوفش في دين الشقنوس شكون الرابور اللي راهو فيه ديما فهمتني كيفاش بشفرات في يده دونك صاحبي اربط الخيوط تفهم شكون ماشيه بالضبط. اما زيدوا حطوا لنا في الكومنتات لعل انا مخي هكاك وحده وانتم ما عندكم فكره اخرى كومبليتمون. فهمت كيفاش؟ وبيان سور الاولاد نجم ديما نكون صحيح ومانيش عارف علاش انا حاط في مخي اللي انتم ما فهمتوني مانيش عارف علاش حطونا في الكومنتات الاولاد عندك ناس بالرسمي صحاب ناس تدس خاطر فما الحاب بنات 16 عندك انت قحاب انت صرفت باش تعمل راب شي شنو تأكدناه تو الشيء تأكد خل نعاودو نسمعوها الأولاد مرة أخرى صاحبي خل نعاودو نسمعوها مش مشكل مش رجعت برشا يدور لي ساعة
اسطنبول يسراب في كيم سيز خرجت عالقلب ركز برو ركز مرموش قحاب الشفرة ما تخوفش في دين الشقنوس لا عندك ناس لا بالرسمي صحاب ناس تدس خاطر فما الحاب بنات 16 عندك انت قحاب انت صرخت باش تعمل راب اسي اي شد الكازرنا شم داخلة في بحارنا موسيقتك شعبية انت حال شخصية استحالة ذية انت حال اللية تدلدل بنية تف العبيد في بالك عالمية رابك منه برشا الكمشة عالمية تكنسها كماذا بيك وماذا بيا لحبايب ببعبس الولاد لحبايب ببعبس لحبايب يعرف يكتب لحبايب يعرف فاش قاعد يعمل تو سامبل وبو خاطر انا واحد من الناس هو قلب لك الفلو وفرض الوقت قلب لك الكلاش باللي كان ماشي الرابور برك مشي الرابور واحد اخر جبنه فهمت كيفاش يعني قلب لك الفلو وفرض الوقت قلب لك ليريك لي الكلام اللي يحكي فيه فهمت كيفاش وفوق هذا الكل بالزركي قال لك التكنس ماذا بيك التكنس هكا صحيبي اسمع هو ما يفتلكش الولاد او ما يفتلكش بالرسمي صحاب ناس تدس خاطر فما الحاب بنات 16 عندك انت ركز انت صرفت باش تعمل راب فرش اسي اي شد الكازرنا شم داخلة في بحارنا موسيقتك شعبية انتي حال شخصية استحالة ذية انتي حال اللية تدلدل بنية تف العبيد في بالك عالمية رابك منه برشا الكمشة عالمية تكنسها كماذا بيك وماذا بيا حاكي فرق ممكن على كل الرية اسي تجيبو في كلام منين فما رابر اطرح قولي وين في ساعة فيه وهذه قصة حزينة يا برو يا برو يا برو اسمع يا بيزواج برو يدي كثرنا من الخدمة يا برو كثرنا من الخدمة إذا عندك لغة كبر هكا كثرنا من الخدمة خلني خدمو زادة احنا وخلي العباد تسمعك يا برو تشبيك صاحبي اسمع أبار البيت اللي قلت لكم ديجا بيتات وديما باش تلقاهم هارد اما مع فايب وفلو كبر هكا وفرد الوقت ما نعرفش علاش تحسوا ماهوش سيريو تحسوا كلي مانيش بجدي فهمت كلي قاعد مفرد موش هذا وجهي الحقيقي دونك تعرف اللي فما حاجات اخرين تنجم تكتشفهم مع رابور كيما هكا صحيبي تجيبو في منين فما رابور اطرح قولي وين هيي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 ي
نحكي وشوي ولا لازم منه وخير كحكينا برو ليه خير كحكينا برو ولا لازم منه خلنا نحكي وشوي اختي تفادليك نحب سلاح كيما داك كيكا الوليد ولا قصب بالله نحب بيستوله كيما داك كيكا دابا بيستوله نحب فهمت كيف ابا بالبي هكا كيكا برو اما غالب نحب حاجه كي برو صحايب اسمع ما ندمتش اللي رياكتيت وليد بدي انا باللي رياكتيت اول مره طلبتوه خاطر ما نكذبش عليكم ما في باليش اصلا اللي موسيقته مازال موجود ما في باليش اللي قاعد يهبط كيما قلت لكم وليد ديما بنلوش اللي نلقى نسمعه بعديك رياكسيونات دونك اللي انتم بتطلبوه والجديد اللي تلقاه دور ستول تخدمه ما نقعدش نلوش فهمت كيفاش انتم ساعات تذكرونا برشا رابيوريت فهمت كيفاش وفوق هذا الكل باللي رياكتيت عليه اول مره يعني صاحبي قلت لكم بيزواش معش فلت له خطبه صاحبي برجولي يا خطر كي تسمعوا ما تفدش ما تقلقش فرد الوقت عنده مع كل شيء فما تكنيك فما الفايب فما لغه فما كل شيء فهمت كيفاش دونك ما عندك علاش باش تندم فهمت كيفاش خاصه الواحد يعمل رياكسيون دونك تساعدني حاجه كيما هكايا باش تخرج لي رياكسيون شبابه وباش تعجبكم ان شاء الله هذا ما يبلاش الاولاد بيزواش توب بوي اسمع فما حاليا انا واحد من الناس بالنسبه ليا وما نعرفش اسكو معايا والا ليه هيك علاش نخليها لكم بيديكم في الكومنتات الاولاد اما حاليا بالنسبه ليا انا هو قال لك اون جينيرال يحكي اما فما زوز كلاشيت فهمتني كيفاش ومهمش قصار مطولين وماشيين زوز رابوريت مختلفين هذا انا شنو لاحظت فهمت كيفاش والبارات ديجا وقفنا فيهم واللغه عاودناها مره اخرى وسمعناها باش نخليكم تزيدوا تركزوا وتحطونا في الكومنتات اسكو فهمتوا العمليه ولشكون ماشيه والا لا وبيان سور اسكو انا في مخي زعما صحيح والا لا الاولاد هذا ما يمنعش كملنا اللغه حاجه شبيبه برجوليه ميزوهاش برو كنت تتفرج فيا كثرنا من الخدمه يا برو كثرنا من الخدمه حاجه شبابه كيما هكا ماذا بينا نخدموا عليها اكثر واكثر ماذا بينا العباد تسمع دونك كثرنا من الخدمه صاحبي فهمت كيفاش وما لا فوضى ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابل ان شاء الله في اقرب وقت ممكن تنساوش اراكم كومنتاتكم دليلكم اجواكم السبسكرايب تاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ما رياكشن 22 من سكيولا واللي في الديسكريبسيون يا برو نقرا خفيفه تلقى روحك غادي بلا فاش تستنى عندكم تيك توك بقشيش كل شيء موجود وبيجي رياكشن بقدره ربي 7 على 7 موجود قبل ما نختم رياكسيون تاعنا الاولاد موضوع العاده وموضوع الاهم القضيه الفلسطينيه
واخواتنا في فلسطين نذكروا بالقضيه للعباد اللي نسيتها وتحيا فلسطين دائما وابدا. قبل فقر بقى ممكن بيس يا برو بيس.